غيت وامها عم يتخانقوا على الزريعه اللي ساره جابت لهم اياه للبيت الجديد والاتات هديه. هسه غيت يريدها من امها. هاي الزريعه ساره جابت لي اياها ب لا استوب. هاي حبيبي جابتها للبيت لما فرشناها. هاي الزريعه شباب لا تقول جابت لك اياها، جابت لنا اياها والله. جابتها بوقت عيد ميلادي كان ولا لا؟ جبتها وقت فرشت البيت. ايوه هاي مش عيد ميلادي. يعني بدك تصلبط ال مش صلبطه، هاي الي الزريعه الك بالصلبطه. حظا ذكرى منك الك. انت كلك الي، كل طلبته انا هالزريعه. خذ زريعتك الثانيه. اي الله صغيره لا عدل الصبارة هاي. استغفر الله اللي ما سقيت وماتت. والله هاي بطل الموضوع عندي، هاي الموضوع صار عن تيم. بدكم تستنوا تيم حتى يعمل لكم الجولة في البيت. وتيم يعني إذا حتستنون إن شاء الله لما يصير زلمة بنزلكم الفيديو، لأن هلكني ما راضي يصور الفيديو. هم منقوا عليه قالوا لي صور جولة في البيت. أنا بيتي بدكم أعمل لكم جولة بعملكم، بس ما في شيء غير أربع حيطان والله. حتى فرشة صغيرة ما في. اشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد من انزل فيديوهات اول